الشكر موصول للمنابر الإعلامية على مواكبة هذا الحدث اللي اليوم كيصادف انطلاق الصفقة الثانية لشركة ميكومار المريصة بعد ما فاز بالعقد لمدة 7 سنوات إضافية. هذا العقد هذا اللي جاء عنده بسبب أن عمال النظافة ديال مقاطعة المريصة أبانوا عن مجهودات جبارة أهلات ميكومار بس تأخذ استحقاق ديال الصفقة الثانية. احنا اليوم جينا أمام المرأب ديال الشركة اللي غتكون منه انطلاقة ديال الصفقة الثانية واللي خدمنا فيه 7 سنين واللي ما كتوفر فيه لا شروط الصحة والسلامة لا حتى شي حاجة. احنا كعمال نظافة وكمندوب أجارة معكم شريفي زكريا، احنا تعرضنا لاعتداءات، تعرضنا لبزاف ديال المسائل اللي صبرنا عليها واللي قاس الكرامة ديالنا، ولكن راه ما بقاش واحد الجهد اللي غنزيدو نتحملو اكثر من هذا الشيء. هذا حنا طلبنا طلب معلومة في شهر 12 باش نعرفوا الموقع ديال عمال النظافة في هذه الصفقة الثانية، لأن الصفقة الأولى عطاونا واحد 4000 ريال حتى العام الآخر مقطعة 1000 ريال كل 3 شهور. بغينا نعرفوا الموقع ديالنا في دفتر التحملات وشنو دارت لنا الشركة كامتيازات. لقينا أن الأطار الإدارية من بعد ما دفعوا اللوائح ديال لي سالير وديال العمال وديال الاطر، لقينا الاطر الاداريه هما اللي استافدوا، كاين اللي دوبل السالير ديالو على جوج، كاين اللي داروا منح زادوا منح ليهم هما واستثناو من الطبقه العامله في مره. لا يعقل بان اطار اداري تيتوشي كثر من 15000 درهم وعنده دار لراسو منحه ديال القفه، راه منحه ديال القفه راه كيستحقوا عمال النظافه اللي كيتقاضوا الحد الادنى للاجر. من بعد ما طلبنا حق المعلومه على الوضعيه الاجتماعيه ديالنا في هذه الصفقه، تيخرج واحد المسؤول استغلاليه عاد تم التوظيف ديالو عن طريق السلكاله وغادي نقولوها وكنتحملوا المسؤوليه ديالنا، واللي معروف على الصعيد المدينه انه كيمارس السياسه في عوض اللي غيمارس التدبير المفوض، انه كيمارس السياسه واللي كيبغي يمارس السياسه كيمشي للبرلمان واللي كيمشي للاحزاب السياسيه. سير هنا القطاع ديال النظافه في مدينه سلا ولا كتسيروا السياسه؟ ما بقاش كتسيروا ناس عندهم ضمير. اللي كتقول اخي لا خويا، انا كنتحمل المسؤوليه لان هذا السيد هذا اللي تعدى علينا من بعد ما طلبنا المعلومه خرج عندي للخدمه ديالي اثناء مزاوله العمل ديالي، وهذا الشيء راه متابعه انا قضائيا عن طريق رجال الامن وعن طريق المحكمه، وجددنا الشكايه ديال السيد وكيل الملك باش تحرك هذه المسطره اللي بغاو يركدوها هما. حنا ملي طلبنا المعلومه خرج عندي المكان العمل اللي خدام فيه كان زاول العمل ديالي انا والاخوان ديالي وضربني، قال لي كتحارض علينا العمال، قلت له كنحارض عليك العمال، سير للقضاء سير للقضاء. ناض هبط من الطوموبيل ضربني بكراك وضربني بنص، الاخوان هما اللي حاضرين كانوا حاضرين خدامين معايا راه شاهدين، حتى هما كيتعرضوا للتعسفات التنقلات التعسفيه. حنا بوحدنا ثلاثه ديال الناس كنتعرضوا للتنقلات وفي اماكن عمل جد قاسيه، حنا 250 خدام. حنا اللي كنطالبوا اليوم هو الكرامه، حنا خرجنا كنناضلوا ماشي من اجل مطالب ماديه دابا بقدر ما كنطالبوا الكرامه ديالنا اللي تهنينا فيها واللي كلينا العصا. لا يعقل بان عامل النظافه قضى 22 عام، حنا راه قاضيين 22 عام سنه في خدمه الصالح العام اللي كيبقاو فوق كل اعتبار، ولكن باش نوصلوا ناكلوا العصا مجرد اننا طلبنا معلومه ديال الوضعيه الماديه ديالنا راه هادشي حرام. وحنا لذا اليوم للسيد عامل صاحب الجلاله على مدينه سلا واللي تلاقينا به مؤخرا وعطانا ورفض بان عامل النظافه ياكل العصا وقال لنا غنفك المشاكل، وهاد الناس هادو ملي ساقوا الخبر باننا تواصلنا مع السيد العامل اليوم كيصدر بحقنا عاوتاني قرارات تعسفيه ديال تنقلات اخرى. حنا ماشي ضد اننا نمشيو لاي بلاصه، من حق المشغل يحطنا في اي بلاصه، ولكن كيكون كيساوينا حنا كعمال، ماشي واحد البلايص فيهم الشمس 7 سوايع ونص وانت واقف في الشمس وواحد عاطينو سيكتورات اللي مضللين ويدير اللي بغا يخدم ساعتين يمشي بحالاته التمييز، هادشي راه ولا مرفوض. حنا كشوف هادشي راه كيعرفوه الناس ديال الجماعه، حنا كيحيدونا الحقوق ديالنا، ملي غتجي تحيدني انا من بلاصتي وتديني واحد البلاصه اللي فيها العذاب، حنا ماشي كن تيقهرنا تتقهرنا تمارة، حنا راه 22 عام وحنا كنخدموا في سلا، والناس ديال سلا كاملين تيعرفونا واحد بواحد، ولكن باش كيجي واحد كيمارس السياسة، كيدخل أصوات انتخابية سابقة لأوانها، وكيعطيهم بلاصتنا، فهادشي راه كيحز في النفس. السيد استنكر الواقعة ديال الاعتداء، هبطوه من الصفة المهنية ديالو كسائق، وردوه خدام، ودخلوا بلاصتو واحد حيت عنده ناس من المراقبين ديال الجماعة ولا من المنتخبين، وهادشي راه كلشي معروف، وأنا كنتحمل المسؤولية ديالي، بأن كاينة المحسوبية والزبونية في هذا القطاع. الصفقة الأولى، 7 سنين الأولى كانت ب 3 مليار و700 مليون للسنة.
ملي تعاودت الكايت شارج الثاني وتعطات الميكومار بخمسه ديال المليار، ولكن حنا اللي استفدنا منه كامله غير المقاطعه، غير مقاطعه المريصه خمسه المليار في العام. اه خمسه المليار في العام باش تعطى المارشي، باش تعطى المارشي. ولكن المكتسبات اللي اكتسبنا هي اننا كلينا العصا ولينا كنتهانوا في الكرامه ديالنا، ولو كيحيدونا حنا من الاماكن العمل ديالنا وكيدخلوا ناس على الطريق المحسوبيه والزبونيه، الناس اللي استنكروا هذا الشيء هذا هما كيتعرضوا للاعتداءات. ها هو السيد شاهد ليا عن طريق محضر عند البوليس راه كيتعرض للاعتداءات، تهديد الماتيريال. الماتيريال لحد الان باقي ما شفناش شي ماتيريال جديد، ما كاينش شي ماتيريال جديد، كاين شاحنات جايبينهم من البلايص اخرين ديجا هما خدامين صابغينهم دايرين فيهم مرحله انتقاليه. هذاك المسائل حنا ما كتعنيناش، كتعني الجامعه الحضاريه اللي مسينيه معاهم العقد، ولكن حنا كنوضحوا للناس. حنا النداء ديالنا اليوم عاوتاني للسيد عامل صاحب الجلاله وجميع الضمائر الحيه، راه حنا عمال كنتعرضوا للاعتداءات، كنتعرضوا للتعسفات، كنتعرضوا للظلم، وهذا راه حرام. راه عامل نظافه راه في دول اخرى راه تيتقدس، راه عنده صالير كيتحترم، حنا راه بقينا ولينا كنعتبروا راسنا بحال القاطع مع هذه الشركه هذه اللي كان الامل ديال. وحنا الجديد والجدير بالذكر، حنا راه ما عندناش مشكل مع شركه ميكومار، حنا عندنا مشكل مع اشخاص كيسيروا الاداره المحليه واللي السياسه ديال الارتجاليه ديالهم، القرارات الارتجاليه ديالهم اللي كيمشيو بها راه ما بقاش مقبول في المغرب ديال 2024، المغرب اللي كي عضو في مجلس حقوق الانسان الدولي، وهذا الشيء راه حرام. ولا كانوا كيتعنوا هما بشي حد اللي كيقولوا سيروا زريو طوالكم، ضربناكم سيروا زريو طوالكم، ديتكم راه في جيبنا. حنا راه عندنا الله سبحانه وتعالى، وعندنا الضمائر الحيه، وعندنا الصحافه النزيهه اللي سلطه رابعه اللي غتوصل الصوت ديالنا، وحنا راه متابعين المسيره النضاليه ديالنا. الرساله ديال المسؤولين ديال شركه ميكومار للاسف اننا رجينا لهم نداءات عن طريق الاعلام هذه مده ديال شهر، ما لقيناش شي استجابه من عند شي مسؤول اداري في الاداره العامه، مخلينا هاد الناس هادو كيتمادوا بالتعسفات ديالهم. والخير دليل هو التعسفات اللي تعرضنا لها اليوم، حنا خدامين بثلاثه في اماكن صعيبه اللي كتقهر بنادم يعني، وكان كنا كنخدموا كتكون المداومه كل واحد. انا خدمت خمس سنين في البحر، من البحر داو لي للبرج ديال محمد السادس من الوحده للثمانيه ونص، يعني هاد الناس بغاو اداو لي صحتي بالشمس، وواحدين اخرين اللي ديالهم وانا كنقولها، واحدين اخرين اللي داخلين عن طريق محسوبيه والزبونيه راهم عايشين مفطحين، يخدم ساعتين يمشي ساعه يمشي يدير اي حاجه، هذيك المسائل كتبقى كتعنيهم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.